فالله عز وجل خلق السماوات وجعلها سبعا واختار الأعلى منها، واختار الأعلى منها، ولو لم يكن لها من مزية إلا أنها الأقرب إلى الرب جل جلاله لكفى بها مزية. الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فالله عز وجل خلق الخلق، والله سبحانه وتعالى أوجد هذا الكون من عدم وخلق الأشياء جل جلاله. وبعد أن خلق الله عز وجل الخلق خلق هذا الكون، فإنه اصطفى واختار، فالاختيار هنا اختيار بعد الخلق، وهذا الاختيار اختيار اصطفاء، اختيار اصطفاء وتميز. وفي هذا الاختيار الذي أخبر الله عز وجل عنه أول أصل عقدي الإيمان بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء، والإيمان بأنه سبحانه وتعالى وهو الخالق هو صاحب الحق الأوحد أن يفاضل بين خلقه وأن يصطفي من خلقه وأن يختار من خلقه ما يشاء، وأن اختياره سبحانه وتعالى لما شاء من خلقه مبني على كمال العلم ومبني على كمال الحكمة. فما اختاره الله واصطفاه وفضله واجتباه فإنما هو لأمر يستحقه قد وضعه الله عز وجل فيه. وأن ما لم يفضل فإنه لا يمكن أن يكون فيه تلك الميزة والخصيصة التي ذكرت للمفضل، وأن هذا الأمر لا يهبه ولا يعطيه إلا الله جل جلاله بحقانية الخلق والإيجاد وبحقانية العلم التام والحكمة البالغة. فهو اختار واصطفى واجتبى وفضل سبحانه وتعالى. ونجد أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه وكذلك أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم عن شيء من تلك الأمور التي اصطفاها الله عز وجل واختارها. فالله عز وجل خلق السماوات وجعلها سبعا واختار الأعلى منها، واختار الأعلى منها، ولو لم يكن لها من مزية إلا أنها الأقرب إلى الرب جل جلاله لكفى بها مزية. وخلق الجنان وجعل أفضلها واجتبى جنة الفردوس ويكفيها فضلا وتفضيلا أن سقفها عرش الرحمن، وأن الله عز وجل خلق الملائكة واصطفاهم فهم عباد مكرمون، واصطفى منهم جبريل وميكائيل
وإسرافيل على كثرة عدد الملائكة، وخلق الله عز وجل البشر واصطفى منهم الأنبياء وعددهم 100,000 و24,000 نبي جما غفيرا، واصطفى الرسل وعددهم 313 رسولا، واصطفى من هذا العدد المصطفى من بين البشر وهم الأنبياء والرسل، اصطفى أولو العزم الخمسة، نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى كليم الله عليه السلام وعيسى عليه السلام ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أفضل الأنبياء والرسل، اصطفاهم الله واختارهم، واصطفى من بين هؤلاء الخمسة الخليلين خليل الله إبراهيم وخليل الله محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وخلق الله عز وجل الزمن الليل والنهار، واصطفى من الأيام أياما، واصطفى من الشهور شهرا، فمن بين الأيام اصطفى يوم الحج الأكبر وجعله أفضل الأيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أفضل الأيام يوم الحج الأكبر. وكذلك اصطفى يوم عرفة، واصطفى يوم الجمعة، واصطفى العشر من ذي الحجة، فهذه أيام اصطفاها الله عز وجل وميزها واختارها اختيار تفضيل وتشريف. ومن الشهور اصطفى شهر رمضان، فهو شهر فضله الله عز وجل واختاره. واستيعاب هذا التفضيل وتلقي هذا الاختيار على قدر ما في قلب العبد من الإجلال لله جل جلاله، وعلى قدر ما في قلبك من التعظيم لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما في قلب الإنسان من العلم والمعرفة بما لله جل جلاله من العلم المطلق والحكمة البالغة والتدبير الحكيم لأمر هذا الكون، وأنه جل جلاله لا يفعل إلا ما هو في دائرة الحكمة والعلم. فكلما كان الإنسان علمه بربه أعظم، فإدراكه لأمر شرعه وتدبيره سيكون له أثر أبلغ على نفسه. فهذا الشهر الكريم الذي اختاره هو الله والذي ميزه هو الله خالق الزمن كله، وهو الذي اختار هذا البيت واختار هذا البلد وميزه وفضله على سائر بلاد الدنيا، البلد الحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام، فالله عز وجل فضل هذه البقعة على سائر بقاع الدنيا.